السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا طلابي الأعزاء، مرحبا بالأطباء الكرام، معكم الدكتور وضاح الحاج، أستاذ مشارك واستشاري طب الفم وأمراض وجع تلثة بريودونتولوجي أند أورال ميديسين. إذا اليوم نصل إلى المحاضرة الأخيرة في محاضرات الدنتال أناتومي. طبعا هي تعتبر بونس، محاضرة بونس، هي ما لهاش علاقة بالدنتال أناتومي لكن نعتبرها إضافة فقط. نتكلم يعني تكلمنا عن التفاصيل الدقيقة في الأسنان، نتكلم عن التفاصيل الدقيقة للأشياء اللي تشيل الأسنان، وهي عظم الماكزيلا وعظم المانديبول، عشان نكون خلاص كملنا التشكيلة زي ما نقول. فبنتكلم عن التفاصيل الدقيقة، كهارد ستراكشر وكسوف ستراكشر في الماكزيلا وكمان في المانديبول. طيب إذا إيش أو مبدئيا ما تعريف أو ما معنى الأناتوميكال لاند مارك أو الأناتوميكال لاند مارك؟ هي عبارة عن أي أناتوميك فيتشر، أي خاصية تشريحية، كانت فولد، كانت بروميننس، كانت داكت، كانت فوسا، أيا كانت، والتي بشكل واضح أو بشكل مرتب ممكن أو بشكل منتظم أو يعني بشكل دائم موجودة في التيشيو أيا كان هارد أو سوفت تيشيو، وتدل على ستراكشر محددة أو وضع محدد بطريقة أخرى أو بكلمات أخرى، هي أي علامة شكلية للتشريحية موجودة أو تقدر أو ممكن أن تميز ريدلي ريكوجنايز، أنت قد ممكن تستخدم كريفرنس بوينت لأذر بودي فيتشرز. إذا باختصار شيء مميز، شيء يكون واضح، شيء أول ما يعني سواء مكانه مميز أو شكله مميز أو خواص مميزة. طيب إذا إحنا زي ما قلنا بنتكلم على الأنتوكن لاند ماركس، بتكون معنا 4 محاور في هذه المحاضرة. بنتكلم على الأنتوكن لاند ماركس في الماكزيلا والمانديبول. في الماكزيلا بنتكلم على البوني لاند ماركس، وفي المانديبول كمان بنتكلم على البوني لاند ماركس، وبنتكلم على السوفت شو لاند ماركس في الماكزيلا وفي المانديبول. طيب إذا نتكلم أول شيء بتكلم فيه هو البوني أو الأوسيوس لاند ماركس، أو أول شيء بتكلم على الإنترا أورال أنتوكن لاند ماركس في الماكزيلا. طيب الماكزيلا اول شيء عكس ما يظن الناس كثير انه عظمه واحده، لا، هو عباره عن عظمتين مندمجتين في الوسط هنا، الرايت والليفت، الثنتين لما مع بعض يكونون الابر جو. طبعا كل بون يتكون من الماكزيلا يتكون من السنترال بون، وبعدين يتكون لي من 4 بروسيسز زوائد. اول واحد اللي هو فوق باتجاه الجبهه ولا الفرونتال بروسيس، في معانا كمان الثاني اللي هو رايح باتجاه الزيجوما نسميها الزيجوماتيك بروسيس، وفي معانا البروسز اللي هو هنا اللي شايل الاسنان واللي نسميه الفير بروسز، وفي معانا بعدين البروسز الرابع اللي نشوفه من تحت وهو البلاتاين او البلات بروسز اللي هو يمثل البلات اللي بنتكلم عليه ان شاء الله. وطبعا هذه من الميديال فيو، من الجانب نشوف نفس الاربعه اللي هو الفرونتال بروسز، وهنا اللي هو الفير بروسز والبلاتاين بروسز اللي جاي من داخل، هذا اللي هو جاي من داخل. طيب اذا زي ما احنا شايفين هذه الصوره من اللاترال فيو، يعني احنا الان نشوف من الجنب، وهذا نشوف كان احنا نشوف من داخل الميديال فيو. اذا هذا الماكزيلا، هذا الافير بروسز اللي شايل الاسنان، هذه التبرستي اللي هي في الخلف، هذا الزيجوماتيك بروسز اللي هو جاي كذا باتجاه الزيجوما، وهذا الفرونتال بروسز اللي هو موجود في الاعلى. اوكي طيب احنا لما نيجي نشوف الان الميديال فيو، لما نشوف من داخل كان احنا قاصين الماكزيلا الى نص، نشوف من داخل فبنشوف طبعا زي ما قلنا هذه الاسنان اللي شايل لها الالفير بروسز، وهذا اللي هنا اللي هو البلت اللي هو الباتين بروسز، وهذا اللي هو الفرونتال بروسز زي ما انتم شايفين من هذا المكان. طيب اذا البديل في الماكزيلا، هذا البديل اللي احنا نتكلم عليه هو الجزء الوسطي للماكزيلا، والذي يحتوي على يعني في كافيتي اللي هي النيزر كافيتي، وكمان هنا في الجوانب بنحصل الساينس. الفير بروسيس زي ما قلنا هو الجزء اللي هو اسفل جزء من الماكزيلا في الاكستنشن، واللي هو اصلا يحتوي على التنغرس فيه اللي هي جذور الاسنان. البلاتاين بروسيس اللي هو ماشي بالعرض كده، هو لما تيجي تشوف من تحت بتشوف انه ماشي بالعرض هوريزنتال، طبعا ثيك وهوريزنتال، وماشي من البادي ومندمج هنا في الوسط اللي جاي من الرايت من الليفت، وهو طبعا هذا الجزء اللي يكون ثلاثة أرباع الهارد بلت، لأنه الربع الأخير يكونه البلاتاين بروسيس أوف بلاتاين بون، هذا الربع الأخير اللي هنا، أما ثلاثة أرباع البلت هو يكونه البلاتاين بروسيس أوف ذا ماكسيلا. طبعا هذا يعتبر سقف الفم ويعتبر قاع النيزل كافيتي.
لما نيجي نشوف التفاصيل في الهارد بلد في المنطقة هذه، فاحنا بنشوف حاجة مبدئيا في فتحة أو فرصة صغيرة هنا. الفرصة الصغيرة الموجودة خلف الانسايزرز مباشرة على منطقة الارتباط ما بين الاثنين، الماكزيلا أو الماكزيلا ريبون خلف الانسايزر على طول. هذه طبعا الفتحة هي تعتبر بداية ظهور أو الفرصة هذه قبل فتحة الانسايزف كانال أو الفورامينا، وهذه طبعا هي اللي يخرج منها النيزوبراتاين نيرفز والكمان برانشز من الجريتر البلاتاين ارتريز السفينوبلاتاين ارتري الى النيزل كافيتي، تخرج من هنا وتدخل في النيزل كافيتي. البلاتاين بروسيس عفوا زي ما احنا شايفين هذه الفتحه اللي تشوفها امامكم. طيب الميديا بلاتاين سوتشر عباره عن شق، عباره عن ميد لاين في بوني ميد لاين ستراكشر، الشق اللي موجود هنا في الوسط واللي يفصل الهارد بلد الى جزئين رايت وليفت، ويبدا من الانسايزر فورا من هنا لحد بوستيريرلي لحد اخر الهارد بلت او اخر الماكسيلاري او البلاتين بروسيس اوف ماكسيلا. طبعا احيانا يكون بارز، واحيانا لما نجي نصلح اطقم يحتاج انه واحد يعمل شويه تنقيص علشان ما يعملش ضغط في هذه المنطقه. اذا زي ما انتم شايفين هذا هو الميديا بلاتاين سوتشر. الانترا اورال اناتوميكال لاند ماركس اوف ذا مانديبل. المانديبل فيه تفاصيل اكثر طبعا. هو يعتبر مبدئيا هو العظمه الاكبر والاقوى في الفيس، يكون اللور جو طبعا، يكون الفك السفلي واللي يحتوي على الاسنان السفليه، ويحتوي برضه على جزئين يندمجوا في وسط زي ما بنشوف بعد شويه. اذا هذه الصوره الان مبدئيا تورينا هذا من اللاترال، نتفرج الان من جانب الوجه، وهذا من داخل الفم. طبعا احنا بنشوف قدامنا في اشياء كثيره، بنشوف قدامنا هذا البادي وهذا اللي هي الريمس المرتفع، وبعدين بنشوف الكورنيت بروسيس الكورنيت بروسيس، بنشوف حاجات ثانيه زي المنتر فرامين، بنشوف زي اللينجولا، بنشوف منتر فرامين منتر فرامين، حاجات كثيره بنتكلم عليها بالتفصيل. طيب الماديو مانديبول هو الجزء الامامي من المانديبول تمام، واللي هو اصلا يكون على شكل هورس شيب زي ما احنا شايفين بنشوف الصوره. هذا الجزء اللي هو الامامي هذا نسميه طبعا من كل جهه. اما الريمس اوف ذا مانديبول هو الجزء اللي هو عمودي طبعا، من هنا ومن هنا اثنين معانا، البادي هو واحد مندمج في الوسط، اما الريمس واحد في اليمين واحد في اليسار، وهو الجزء العمودي اللي هو جاي بشكل عمودي من عند البادي لحد الكوندايل والكورنت بروسيس. طيب معانا الانجل اوف ذا مانديبول اللي هي هذه الزاويه اللي هي منطقه التحول او كرفاتشر شارب كرفاتشر من البادي الى الريمس في الزاويه تحت. وطبعا في معانا هنا حاجه نسميها كوندايل بروس او كوندايل، وهذا عباره عن امتداد العلوي او سوبر اكستنشن من البوستيرير من الخلف، لانه في معانا اكستنشن ثاني هنا في الامام، هذا في الخلف الكوندايل، وهو بعدين اللي يلعب دور كبير في تي ام جي اللي هو التمبرو مندبل جوينت المفصل ويرتبط هناك. طبعا في معانا الشغل الثاني اللي هي كورونات بروسيس اللي هو زي ما قلنا هذا او هذا اللي هو برضه معانا اثنين، واللي هو نوعا ما مسطح ومش بنفس الشكل اللي هو تبع الكوندايل، وبرضه هو عباره عن امتداد سوبرير بس من المنطقه الاماميه، وهذا ترتبط فيه عضله مهمه جدا وهي عضله التيمبوراليس، العضله اللي هي جايه من الصدغ باتجاه الاسفل. المانديبول فورامين اللي هي طبعا هذا الان نتفرج من داخل الاسمه، بنشوف هنا في معانا فتحه عند المنطقه الخضراء هذه، الفتحه هذه مهمه جدا موجوده على السطح الداخلي الميديال سيرفيس للمانديبولار ريماس، مهمه جدا لانه هنا بيدخل منها الانفيريور الفيولار نيرف والانفيريور الفيولار ارتري، وبعدين تدخل لداخل عشان تكون لنا المانديبولار كانال، من هنا تبدا تتكون لنا المانديبولار كانال اللي يستمر فيها الانفيريور الفيولار نيرف اند ارتري زي ما احنا شايفين هذا مكانها. الفيولار بروسيس مصطلح معروف وطبعا تتكلم عليه في كل ما تحصل مصطلح يتكرر عليه كثير، وطبعا احنا زي ما قلنا جزء المانديبول اللي هو اصلا تنغرس فيه الاسنان. طبعا في عندنا حاجه اسمها المانديبول سيجمويد نوتش او المانديبول او هذا طبعا المانديبول بروسيس، وزي ما قلنا في حاجه نسميها السيجمويد او المانديبول نوتش، هي عباره عن انخفاض اللي هنا الحاصل واللي موجود ما بين الكوندايل والكرونويد بروسيس، من هذا المكان يعدي نيرفات وارتريات وفين نفس الاسم بنسميها الماسنتريك نيرف ارتري اند فين، ان شاء الله هذه بتشوفوها في محاضرات التشريح ان شاء الله. المينتال فورامين طبعا هذه عباره عن فتحه موجوده في الانتريور اسبكت زي ما احنا شايفين هنا، موجوده تحت الخامس او بين الرابع والخامس، ومن هذه الفتحه يخرج معانا المينتال ارتري او المينتال نيرف
اللي تعمل بلاد سبلاي ونفس سبلاي التشين واللي لجلد الذقن وكمان اللور ليب. اوكي المنتال في معانا مصطلحين الان، في معانا المنتال بروتوبرانس والمنتال تيبركل. المنتال بروتوبرانس هو الجزء اللي هو اعلى جزء، جزء مثلث هنا فوق. طبعا الاول شيء التيبركل عباره عن برضو ان بعاقات موجوده في اسفل قاعده المانديبول وعلى قمتها على طول عاملين كذا زي راس المثلث، بنحصل في منتال بروتوبرانس بروز اللي هو الدقني هذا او الامينينس اللي هو موجود في قاع في في قمه على شكل مثلث او في قمه المينتال تيوبركلز. الاكسترنال اوبركليج في معانا ركزوا في معانا ثنتين، في معانا اكسترنال اوبركليج وهذه تيجي خارج السطح الخارجي للفك، وفي انترنال اوبركليج وهذه زي ما انتم شايفين جايه السطح الداخلي للفك. الاكسترنال اوبركليج هذه عاده هي عباره عن ريدج، عباره عن ارتفاع المانديبول يبدا من المينتال تيوبركل الى في الريمس من فوق، طبعا من تحت عفوا العفو العفو يبدا من المينتال تيوبركل من تحت لحد ما يوصل للريمس فوق، وطبعا هذا يفصل العظم الى البيزلر بون والالفيولار بون. طيب بالنسبه للانترنال اوبليكليج، الانترنال اوبليكليج عباره عن خط موجود في المستوى اسفل وغالبا نحصله من الجهه الداخليه للمانديبول، وهذا يمتد من الريمس لحد ما يوصل لحد عن زي ما انتم شايفين هنا. طبعا هذا زي ما قلنا في منتصف اسنان، لكن هذا في لور ليفل فيوصل لحد الابكسز او اللي هي الابايسز او في المانديبولر مولرز. وطبعا هذا يعتبر برضه يسمى المايلوهايد لاين لانه هذا الخط هو يعتبر منطقه ارتباط عضله مهمه جدا اللي هي المايلوهايد مسل واللي تكون الفلور اوف ذا ماوث. اذا يسمى المايلوهايد برضه انترنال اوبليك ريدج او يسمى مايلوهايد ريدج او يسمى كمان مايلوهايد لاين. اللينجولا هذه عباره عن بروز عظمي يغطي لما تيجي تشوفه عامل كده زي البوابه اللي مغطيه جزء كبير من المانديبولال فورامين، فهي موجوده هنا بهذا الشكل اللي انتم شايفينه هنا. طبعا في معانا حاجه ثانيه نسميها اللينجوال فورامين، هي عباره عن فتحه صغيره جدا موجوده في الخلف في منطقه اللينجوال ما بين الانتيريور مانديبولار تيث ما بين الاثنين السنترالز، ويخرج منها بعض البلاد فيزلز الصغيره زي ما انتم شايفين هنا موجوده وكمان موجوده هنا بالاشعه بشكل واضح. اذا في باقي معانا حاجه نسميها الجينيال تيبركل، عباره عن ايش؟ عباره عن بروز. طبعا احنا دائما لما نتكلم عن منتال فاحنا نتكلم مصطلح منتال ماخوذ للمنطقه من الخد الاماميه، اما جينيال المنطقه الخلفيه من الدقن الاماميه نسميها منتال، اما الخلفيه نسميها جينيال. اذا الجينيال تيبركل عباره عن بروز زي ما انتم شايفين هنا بشكل واضح موجود في اللينجوال سيرفيس اوف ذا مانديبول، وبرضه هي تردد لها علاقه انها مربط لكثير من العضلات اللي هي جينيو هايود والجينيو جينيو جلوسز، وهذه العضلات اللي تكون مرتبطه من الـ من الـ من المانديبول الى اللسان او الهايود بون. طبعا في معانا برضه باقي شيء هنا هو عباره عن انخفاض موجود في الانترنال سيرفيس المانديبول تحت المولر اريا تحت منطقه المولرز، هذه طبعا انخفاض ديبريجن، وهذا المكان يعني تتموضع فيه السب مانديبولار سليفري جلاندز. اذا مراجعه سريعه، هذه المنتال فورامين، هذا الاكسترنال اوبليك ريدج، هذا الانجل اوف ذا مانديبول، هذا الريمس اوف ذا مانديبول، هذا الكوندايل، هذا الكرونويد او عفوا السيجمويد نوتش، وهذا الكرونويد بروسيس. لما نيجي نشوف من الداخل بنشوف الانترنال اوبليك ريدج هذه الان اللي قلنا عليها قبل شويه اللي تنزل لتحت تحت مستوى السوبر اوبليك ريدج، وفي هذا المانديبول فرامين، وشايفين البوابه قلنا عليها اللي هي عامله زي الغطاء زي السد على القناه، هذا اللي هي نسميها اللينجولا. هذه طبعا اللينجوال فورامين الصغيره، هذا جين التريبيركال اللي زي ما قلنا منطقه ارتباط العضلات، وهذه السب مانديبولار فوسا. طيب اذا اكملنا الجزء اللي خاص بالهارد تيشيو الهارد او البون لاند ماركس في الماكسيلور مانديبول، باقي معنا الجزء الاخير اللي هو السوفت تيشيو لاند ماركس للماكسيلور مانديبول. طبعا احنا بنشوف قدامنا لما نيجي نشوف الماكسيلا من منطقة البلات، فاحنا بنشوف قدامنا البلات اللي هو السوفت بلات والهارد بلات. هارد بلات اللي يهمنا طبعا اللي هو اكبر الجزء الاكبر واللي يكون زي ما قلنا سقف الفم من الاسنان لحد منطقه الاويولا اللي موجوده في الاخير. يتكون الهارد بلات هو طبعا الجزء اللي يكون الانتيريور تو ثيردز الثلثين الاولين من البلات، لان الثلث الاخير هو السوفت بلات. طبعا هو سبورت بالبون، طبعا البون اللي تحته قلنا هنا البلاتاين بروسز في ثلاث ارباع اوف ماكسيلر بون، وبعدين معانا هنا اللي هي البلاتاين بون اللي هي
البليتس البليتس اوف براتن بون الهوزندل بليتس. طبعا السب بليت، السب بليت هو طبعا هو رايح في الثلث الاخير من الهارد بليت، وطبعا هو يمثل برضه سقف الفم، لكن هو سوفت وما مش سبورت بالبون، ومتحرك ماسكولار يتحرك عادة مع البرب مع الكلام مع فهو رايح في الخلف وموبايل، وعلى اخره نحصل على طول الاوفيولا اللي هي موجودة في اخر الحلق. الالفيولار ريدج او ريزيدوال ريدج، طبعا هذا الان اللي هنتكلم عن الالفيولار بروسيس اللي كان موجود قبل مع وجود الاسنان. لما تروح الاسنان فهو يتحول الى ما يسمى الريزيدوال ريدج اللي هي الريدج المتبقيه اللي هي تكون بقايا الالفيولار بروسيس، وكان اللي كان شيل الاسنان. طبعا هي شكلها زي ما احنا شايفين كده على شكل حدوث الفرس. طبعا نسبه الريزوربشن تختلف من شخص الى اخر. في معانا حاجه نسميها ماكسيلاري بريستي، وهي زي ما احنا شايفين هنا الانتفاخ اللي موجود في اخر الريدج. هذا طبعا عبارة عن منطقة بايزة في آخر الموست ديستال، طبعا هي ما لهاش أهمية كبيرة لكن تنفع كثير فيها لما نيجي نعمل أطقم، تنفع كثير في موضوع ثبات الأطقم والريتنشن أوف ذا دينشرز. في معانا حاجة نسميها الإنسايزف بابيلا، الإنسايزف بابيلا هذه عبارة عن يعني بروز سوفت تيشيو أشبه بحب بالكمثرى. طبعا هذه موجودة فوق الانسايزف فورامين اللي شفناها، او الفوس اللي كنا شفناها في البون خلف السنترال انسايزرز مباشرة. الهاملر نوتش عبارة عن منطقة ديب، يعني احنا لو شفناها بنشوفها منطقة ديب وراء مباشرة الماكسيلاري تيبروسيتي. طبعا برضو تحدد لنا هذه ممكن تساعدنا في تحديد اخر منطقة الابردينشر. الروجي عبارة عن منطقة غير منتظمة irregular ridges زي ما احنا شايفين، مناطق غير منتظمة في irregularities، هذه موجودة عادة في عبارة عن fibrous tissue متجمع على بعض، وزي ما قلنا هي ورا الانسازف بابيلا وخلف منطقة الانتيرير تيث في الأول أو الثلث الأول هارد باليت. الفوفيو بلاتينا عبارة عن فتحتين صغيرتين عبارة عن في آخر منطقة الهارد باليت، وعادة على جوانب الميد لاين. طبعا في حاجة نسميها هنا فابريتنج لاين، طبعا هي على آخر البريمولرز، عفوا على آخر الهارد باليت وأول السوفت باليت، فهي تعتبر برضو منطقة ممكن تساعدنا جدا في معرفة حاجة نسميها الأه لاين أو الفابريتنج لاين، المنطقة اللي هي تكون آخر الهارد باليت واول السوفت باليت، عشان كده نحط اخر الطقم حافظ الطقم هنا عشان ما تخش على السوفت باليت وما يعملش جاج ريفلكس، نخلي المريض ممكن يعد الشعور بالغثيان او يتحرك مع حركه السوفت باليت يسقط الطقم مثلا. هي طبعا يعتبروها انها فتحات لبعض البلاتاينز ليفري جلانس اللي هي الغدد اللعابيه اللي في الحنك الماينر. الميديم بلاتين ريفي هو زي ما كانت الانسازف بابيلا مغطي الانسازف فوزا، فالميديم بلاتين ريفي برضه سوفت تيشيو عباره عن فايبرس ستراكشر مغطيه على منطقه الميديم بلاتين سوتشر، فهو منطقه ارتفاع في الميد لاين بالضبط. طبعا في معانا حاجه نسميها تريجو بلاتين ريفي، برضه هذا عباره عن باند كده ممتده من الهامولس اللي هي موجوده في البلاتين فوق لحد المايلو هيدرج اللي تحت، وبرضه هذه علامة مهمة بعد نستخدمها علشان نعرف في المستقبل فين واحد يخدر أحد أنواع التخدير، نسميه inferior alveolar nerve block. بعض من العلامات المميزة في المجزرة وفي الماندبول نشوف قدامنا الليبيال فرينم، طبعا هذا عبارة عن باند اوف تيشيو موجودة وتمتد من الليبيال ميوكوزا لحد ما توصل لعند طبعا الجنجيفا، وطبعا ممكن تكون عاليه جدا لحد انها توصل ما بين الاسنان وتعمل لنا الفرق اللي قدامنا اللي هو الدايستيما بهذا الشكل. طبعا ممكن تكون موجوده في البكر، وممكن تكون موجوده في الليبيا، ممكن تكون موجوده انتيرير ابر لور، فهي طبعا حتى لو ممكن لو ارتفعت اكثر ممكن تعمل لي جنجيفا ريسشن. البكر في نفس الكلام، بس الفرق انها موجوده في منطقه البكر، طبعا هي نادره ما تكون كبيره وواضحه بهذا الشكل، لكن لما تكون واضحه ممكن تعمل لي برضه ريسشن، وتكون طبعا موجوده في منطقه الرابع والخامس، منطقه البايكاسبيد واقرب لمنطقه الرابع بالتاكيد. اللينجوال فرينم برضه في معي فرينم، طبعا قلنا نفس الكلام عباره عن كده زي البان، برضه تكون موجوده من فرو اوف ذا ماوث، وممكن توصل حتى تبدا من عند اللينجوال الجنجيفا لحد ما تمسك اللينجوال سيرفيس او الفنتر سيرفيس اوف ذا تانج،
ممكن تطلع لفوق لدرجة انها تعمل لي هذا الشكل انت شايف انه تربط اللسان تماما، تعمل لي حاجة نسميها التانك تاي، تربط اللسان، وحتى يكون من العلامات المميزة انه اللسان يكون عامل شكل زي شكل القلب، هارت شيب. اذا اقتربنا من النهاية، السلكس او السلساي كما كجمع او يسمى الفيستيبيول، هو عبارة عن الفراغ اللي موجود هنا زي ما انتم شايفين ما بين البكال الميوكوزا والليبيا الميوكوزا من جهة، وما بين الجينجيفا من الجهة الثانية زي ما انتم شايفين. الكيرف اللي موجود هنا، منطقة الانحناء، منطقة الانتقال، هذه ممكن تكون زي ما قلنا في الابر او موجودة في اللور، في معنى الابر فيستيبيول اللي هو موجود ما بين الاسنان العلوية والجينجيفا العلوية والبكال الميوكوزا والليبيا الميوكوزا العلوية، او اللور فيستيبيول اللي موجودة في الاسفل زي ما احنا شايفين. طبعا في معانا الليبيا فيستيبيول اللي هو ممكن يكون مشابه او مساوي لمنطقه او مقابل مجاور لمنطقه الانتيرير تيث، وفي بكال فيستيبيول اللي مقابل لمنطقه البوستيرير تيث. الريترومورال باد اريا هي عباره عن المنطقه هي المكافئ للتوبستي اللي فوق، لكن هذه موجوده في اللور اريا في المانديبول، هي منطقه عباره عن منطقه بير شيب شكلها اشبه بالبير يعني زي الكمثرى، وتكون عبارة عن خلف آخر مولر اللي هو السابع أو الثامن اللي كان موجود الثامن. طبعا هي عبارة عن فيها ديابوس تيشيو، فيها ميوكوس جلانس، فيها فيبرز، منطقة ثابتة في جزء بسيط والباقي تكون متحرك. إذا هذه من العلامات المتميزة، وبرضه المميزة وبرضه كمان علامة نعرفها عشان نحط آخر الطقم ما نوصلش للمنطقة هذه، لأنها منطقة يعني مش ثابتة ولا ممكن تعمل سبورت لللور دينشر. إذا إن شاء الله نكون قد أكملنا في هذه المحاضرة، نكون قد أكملنا الجزء الخاص بالدينتال أناتومي. اتكلمنا في 19 محاضرة عن كل الأشياء المتعلقة بالدينتال أناتومي، حاولنا أن يعني نجمل أكثر الأشياء الموجودة. اتكلملنا في محاضرة عن introduction على الدينتال أناتومي، اتكلمنا في عن عدد الاسنان، شكلها، الاسطح، تكلمنا عن نمبر سيستمز، محاضرتين اخريين تكلمنا عن الانتو كاللاند ماركس اللي بنتكلم عليها في باقي المحاضرات، على الكسبات، الريجيات، الفوسا، البيتس، كل الاشياء اللي تكلمنا عليها في محاضرتين كاملتين شرحناها بالتفصيل. ثم بدانا نتكلم في 16 في 15 محاضره اخرى تكلمنا عن الاسنان كلها، تكلمنا عن كل ما سن في المحاضره، السنترال انسايزر، اللاترال انسايزر، الكناين، الماكسيلري والمانديبولار، تكلمنا عن البريمولارز كلها، تكلمنا عن المولارز كلها، ثم تكلمنا كمان عن الديسيدوس تيث في محاضرتين، تكلمنا عن تريير ديسيدوس في محاضره والبوستيرير ديسيدوس في محاضره، واخيرا مسك الختام. رغم ان الموضوع مش متعلق بالاناتومي لكن قلنا برضه نربط فيه عشان يكون الناس رابطين وعندهم تفاصيل ايضا عن البون، تكلمنا عن الماكزيلا والمانديبول كتفاصيل تشريحية كهاد وكسوفت تيشيو. إن شاء الله يعني أتمنى تقريبا هذا المقرر مش عارف السابع أو الثامن اتكلمت فيه، اتكلمنا طبعا في سابقا في قناتي على اليوتيوب، اتكلمنا على محاضرة منهج البردونتولوجي كامل، اتكلمنا على أورا هيستولوجي، اتكلمنا على إمبريولوجي، اتكلمنا على أورا دياجنوسيس، اتكلمنا على اللوكال أنستيزيا، اتكلمنا على الإمبلانتولوجي. والله مش داخل كمان الآن زي ما قلنا، نتكلمنا الآن عن الدنت أناتومي. إن شاء الله المحاضرة القادمة ستكون إما عن الميديكيشن إن دنتستري 12 محاضرة، أو عن الساينتفك ريسيرش إن دنتستري البحث العلمي وعشر محاضرات، إحنا بنشوف إيش بنقدم وفقا لرغبة الناس. طبعا بعدها إن شاء الله لا زالت المسيرة مستمرة، إحنا ما انتهيناش، لا زال بيكون معانا إن شاء الله محاضرات في الاورال باثولوجي بالكامل، وبنحاول نجمل اكثر الاشياء الموجوده ونسهلها قدر الامكان، لان انتم عارفين الاورال باثولوجي من اسوء المواد، اصعبها ومعقده ومتشابهه. وبعدين ان شاء الله بنتكلم على الاورال ميديسين كموضوع مكمل. كذا نكون تقريبا قد تكلمنا على حوالي 12 مقرر ان شاء الله، يعني الحمد لله ربنا قد قدرنا نواصل، بنكون تقريبا تكلمنا عن 12 مقرر يقدم تقريبا 30 كورس في طب الاسنان، لانه في بعضها اربع كورسات زي البريو، في كورسين زي الهيستولوجي، في كورسين زي الاناتومي، فمش عارف نكون قد تقريبا غطينا 40% من المناهج المدرسه في طب الاسنان. نسال الله ان يكتب الفائده للناس، ويسال الله ان نسالكم الدعاء. ان شاء الله انكم قدمنا شيء فعلا مناسب، حاولت ان انا اقدم الافضل. نلتقي ان شاء الله في مقرر اخر. شكرا جزيلا لكم الاستماع، عذرا عن اي تقصير.
نلتقي إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله في أقرب وقت، والسلام عليكم ورحمة الله.